ولو اتكلمنا عن استقرار، انت بتتكلم عن استقرار اداري دلوقتي وده مهم، مفيش اهم منه استقرار الاداري. عندك مجلس اداره هو اللي بيحل لك كل ده. بتتكلم على استقرار فني، اختلفت اتفقت مع شكل الفريق هتلاقي النتائج اجمالا احسن من النتائج اللي كانت مع اسوريو. اسوريو خاض القياده الفنيه لنادي الزمالك مفيش ولا مباراه طلع بيها بكلين شيت في اي منافسه، حتى في الادوار التمهيديه لكاس مصر كان بيلعب بروكسي دخل فيه هدفين. فانت بتتكلم عن الشكل بقى منضبط بعض الشيء بقى، مش هو اللي في طموح جمهور نادي الزمالك، ولكن جمهور نادي الزمالك يعي تماما حجم المشاكل اللي موجوده داخل نادي الزمالك. انت لما تتفرج على نادي الزمالك في او تحت القياده الفنيه للكابتن معتمد جمال، تلاقي الراجل في اول مباراه مع بيراميدز راجل صعد لنهائي كاس مصر. صحيح هو الراجل بعد المباراه وبيؤكد عليها كل مره ان الراجل قال انا ما اشتغلتش فني، بس اشتغل معنوي، اشتغل على الجانب النفسي للاعبين وقدر ينجح في ده بجانب المسانده الدائمه والقويه جدا من جمهور نادي الزمالك في المدرجات. يعني الجمهور ده نتكلم عليه ساعتين ثلاثه كده، نتكلم في جمهور نادي الزمالك بس. شفنا ده في مباراه بيراميدز عشان بنتكلم دلوقتي مع الكابتن معتمد جمال، قبلها في مباراه ارتا سولار وانت خليت المباراه صعبه جدا عليك لحد الدقيقة 50 من المباراة الثانية مباراة العودة وانت خسران 3، هدفين في الذهاب وهدف في الشوط الأول من مباراتك ضد أرتا سولار، وجمهورك بينادي وجمهورك بيدعمك وجمهورك هو اللاعب رقم واحد في فريقك وفي كيانك. قال لك لا، بالدم بالروح الماتش ده مش هيروح، وقد كان. من الدقيقة 50 للدقيقة 90 خلص نادي الزمالك المباراة وأحرز 4 أهداف من الدقيقة 50 للدقيقة 90. كان في رجوله من لاعبي نادي الزمالك طبعا، ما هو اللعيبه دي هي اللي بتتعب وبتموت نفسها في ارضيه الملعب. الانتصار ده ساعتها كان مغلف بروح وبصوت جمهور نادي الزمالك في المدرجات، كان ليه مفعول السحر، كان عنده ثقه كبيره جدا جدا في لاعبي الفريق. واللعيبه بصراحه ما كدبوش خبر في المباراه دي. صحيح المباراه الاولانيه انت خسرتها من منافس ما هواش بالقوي ارتا سولار الجيبوتي، وبتخسر هناك 2-0، والشوط الاول من مباراه العوده بتخسر 1-0، فبتعلي وبتزود رصيد الاهداف اللي عليك 3، ومطالب في الشوط الثاني انك تحرز 4 اهداف. لولا الجمهور العظيم ده، لولا الجمهور العظيم ده اللاعب رقم واحد في الكيان، ما كانش لاعبي نادي الزمالك ولا فريق نادي الزمالك تخطى الدور ده. جمهور ما بيهداش، جمهور عنده ثقة كبيرة جدا 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 في نفسه أولا وفي اللاعبين. قال لك تيشيرت نادي الزمالك بيدي قيمة كبيرة قوي للاعب اللي بيلبس التيشيرت. أيا ما كانت موهبتك ومكانتك وتاريخك، تيشيرت نادي الزمالك أنت لابسه تعمل اللي عليك، إحنا هنشوف اللي أنت بتعمله في أرضية الملعب. عملت اللي عليك، خرجت والنتيجة حتى مش في صالحك، هنسقف لك والنادي عليك ونهتف لك. ده اللي بيهمه جمهور نادي الزمالك، واللي بيخلي جمهور نادي الزمالك مختلف عن اي جمهور تاني هو ده. انا ما بيفرقليش ان المباراه خلصت بالفوز وانتهت بالفوز. صحيح في بعض الاوقات احنا بنفكر بمنطقيه شديده، احنا مثلا لو بنتكلم على فتره كابتن معتمد جمال وبنفكر بمنطقيه، هنشوف ان الراجل لعب 7 مباريات. 7 مباريات دول في 5 مباريات منهم كلين شيت، نسبة كبيرة جدا. في المباريات دي انت كسبت او تخطيت بيراميدز ووصلت لنهائي كاس مصر، كاس مصر بتاع الموسم اللي فات اللي هيتلعب النهائي بتاعه السنة اللي جاي، وعندك 4 مباريات كلين شيت في الكونفدرالية، 3 فوز وتعادل، وكسبت مباراة أمام فيوتشر فريق قوي جدا وفريق محترم جدا كسبته 2-0، وفريق المصري اللي المباراة الوحيدة أو الهزيمة الوحيدة الخسارة الوحيدة تحت القيادة الفنية للكابتن معتمد جمال. فأنت هتتكلم إجمالا مع الكابتن معتمد هتلاقي إن أرقامه إيجابية، حتى لو كل جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك
عارفين، وكابتن معتمد جمال نفسه عارف ان هو هيبقى مدير فني مؤقت للفتره دي. ده مهم جدا، والراجل نال تقدير محترم جدا من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب انه اتعمل له عقود. حتى لو انت هتبقى مدير فني مؤقت، ولكن ده تقدير مهم جدا انك تشتغل ويبقى عندك راحه نفسيه، نفسيتك مرتاحه وانت شغال. مأمنك مجلس اداره نادي الزمالك بعقد محترم، انت تستاهله طبعا. كابتن معتمد جمال يستاهل كل التحيه وكل التقدير عن الفتره اللي فاتت. ابن من ابناء نادي الزمالك، الراجل جه على فرقه فيها مدير فني خلاص مشي، جه قبلها ب 48 ساعه، ما تنصلش، ما هربش، ما قالكش انا اول مباراه قدام بيراميدز انتوا بتحطوني في وش المدفع، طب انا ليه اتحمل القصه دي وانا ممكن بيراميدز اقوى سكواد مثلا في مصر، عنده لعيبه كبيره جدا وعنده لعيبه دوليين مصريين واللعيبه الاجانب بتاعته كمان لعيبه دوليين. فانت بتتكلم في مدير فني يقول لك طب يعني انا مش هتحمل مسؤوليه في ماتش مثلا بيراميدز واتحاسب بعدها. لا، الراجل مسك الفريق، كان عندك اكتر من لعيب قبل ماتش بيراميدز دول ما بيشموش الكوره. عبد الله جمعه، كابتن عبد الشافي، سامسون اكينيولا، ناصر منسي على فكره ما كانش بيشترك بشكل منظم يعني وبشكل كبير. الناس اللي الكابتن معتمد دخلهم في المباراه دي صنعوا الفارق. سواء كابتن محمد عبد الشافي اللي اتمرن تمرينه وحيده قبل مباراه بيراميدز في قبل نهائي كاس مصر، سواء سامسون اكينيولا، الناس كلها كانت بتتهكم عليه وعلى ادائه وعلى مسيرته مع نادي الزمالك. الراجل نزل وجاب جول. ناصر منسي اللي نزل ما كانش بيشارك، نزل وجاب جول وصنع جول. فلا، احنا ماشيين بشكل ايجابي جدا في الفتره دي. ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه كلها تبقى تفاؤل. ده بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كلها خير على نادي الزمالك. في بعض الناس يمكن استعجلت بعض القرارات. استعجلت بعض القرارات لمجلس إدارة نادي الزمالك، ليهم كل الحق. قول لي ليه؟ ده جمهور نادي الزمالك اللي بيحب نادي الزمالك، محدش هيزايد على ده. ولكن برضه مجلس إدارة نادي الزمالك بيحب نادي الزمالك وقلبه على نادي الزمالك، وهو أدرى بشكل أكبر بالمشكلات وتفرعات كل مشكلة في المشكلات أو التحديات اللي بيواجهها. فده أمر في غاية الأهمية. مفيش زملكاوي ما بيحبش نادي الزمالك، كل الزملكاويه واحد. كنت اكره دايما اللي يقول لك جمهور نادي الزمالك الحقيقي. مفيش حاجه اسمها حقيقي ومش حقيقي. جمهور نادي الزمالك كل واحد، كله بيحب نادي الزمالك، كله همه على ان نادي الزمالك يبقى في شكل احسن وفي مكانه احسن. فكل اللي بيبذله مجلس اداره نادي الزمالك متوازي تماما مع طموحات كل جمهور نادي الزمالك. الجمهور العظيم اللي احنا شايفينه قدامنا.